أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اليوم العيد عيدين مثل ما يقولون. الحمد لله، بعدما أعلن الأخ سامي من فلسطين تشيعه وإيمانه بولاية آل محمد عليهم الصلاة والسلام والبراء من أعدائهم، نفخر أيضا بأن نستقبل أخا عزيزا آخر هو فرنسي من أصل مغربي من الدار البيضاء، صحيح؟ نعم أحسن. دار البيضاء. واسمه إدريس. إدريس شنو العائلة؟ بن رابح. بن رابح، وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة، أي ولاية آل محمد عليهم الصلاة والسلام، وله قصة كذلك في هذا الشأن يبلغنا إياها تاليا. وجريا على العادة نعقد مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام، وحدانية الله تبارك وتعالى، والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار، ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. لا شبيه له ولا نظير. لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأشهد أنه سيد الأنبياء. وأشهد أنه سيد الأنبياء. وخاتمهم. وخاتمهم. وخير الخلق أجمعين. وخير الخلق أجمعين. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. ولي الله. ولي الله. صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين. حجج الله. حجج الله. صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. إن شاء الله. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. وإلى رسوله. وإلى رسوله. من أبي بكر. من أبي بكر. وعمر. وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة. وعائشة. وحفصة. وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت بيتي رسول الله. رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا وحرسك الله ووفقك لخير الدنيا والآخرة وثبت فؤادك على الدين إن شاء الله بحق الزهر. خيرك الله. باركوا لي أخي. Bienvenue officiellement à l'Islam chiite. شكرا.
ريس. شكرا استاذ. شكرا حبيبي. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. فيك شكرا. حاضر. شكرا. مبارك. ثبتك الله ان شاء الله. اهلا اهلا مره. شكرا. كنت معنا الاسنان. تفضل. اللهم صل على محمد. فحدث الإخوة. ولا بس أنت تعرف ما شاء الله هم اللغتين، هم العربية جيدة عندك، لم تنسى لغتك الأم، هذا جيد. والفرنسية أيضا تتحدثها بشكل طبيعي، فوجه كلامك لل... أنا في الأول كنت مالكي يعني، وبدأت أن أقول يعني لماذا الصحابة يعني يتقاتلون وهذا يعني في الجنة والآخر في الجنة، هذا مو عاقل. كنت أقول يعني مثال يعني أنا بدأت بحرف صفين، يعني بدأت أتبرأ من معاوية. كنت أقول لماذا معاوية يعني يحارب إمام الزمن وهؤلاء يعني يتردون عليه، حتى أستاذي كان صوفي وفي عند المالكي يعني كانوا يتردون عن معاوية، يعني حيث بعض الناس يقولون لا البكريين يتبرؤون عن معاوية، ولكن هذا خطأ. مالك بن أنس يعني إمامنا يعني في القدم كان يتردى عن معاوية، وهذا يعني قلت لماذا يعني الصحابة، عدلة الصحابة مو هذا، عدلة الصحابة، عدلة الصحابة هي يتقاتلون، هذا يلعن هذا، مو عدالة الصحابة هذه يعني. ويعني أشكر الوهابيين هم الذين يعني يلعنون سماحة الشيخ، وقلت شكون هذا يعني لماذا. وبدأت أن أسمع الدروس للشيخ ياسر الحبيب، وبدأت يعني أن أدخل يعني في الأول بدأت من معاوية ثم الصحابة ثم عائشة. عائشة هي الآخرة يعني. عائشة يعني. والحمد لله. الحمد لله. ويعني لما سقطت عائشة تشيعت. الحمد يعني لله. نعم 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 نعم. متى كان ذلك؟ هذا عام يعني. عام قبل. عام. يعني 2011. بالضبط يعني بالضبط الوقت المباهلة يعني. وقت مع المباهلة. مع هذا الرجل يعني الكوسة. صحيح. نعم. فبالفعل الوهابيين يشكروا على أن قدموا أرشدوك إلينا. نعم. وحتى يعني الحمد لله درست في الكتب وأرى يعني أن عمر يعني فاطمة الزهراء في يعني في كتبهم يعني تلعنهم، ماتت غاضبة، يعني شنو يعني. وأقول أنا دائما قرأت يعني حديث الذي لا يعرف إمام زمان يموت ميتة جاهلية، فإذا فاطمة الزهراء يعني أم هي كافرة استغفر الله يعني لا لأنها ماتت غاضبة، أم أبا بكر ليس إمام الزمن يعني. صحيح. هذا هو يعني. والحمد لله يعني. الحمد لله. شكرا جزيلا. مبين وواضح بحمد الله تعالى. شكرا. إن شاء الله وفقك الله تعالى، وإن شاء الله الله يقر عينك أيضا بأهلك جميعا، يسلمون تمام الإسلام، يتشيعون تمام التشيع، وكذلك كل قرابتك أصدقائك. أمين إن شاء الله. وعليك أنت وكذلك الأخ سامي أن تسعى أن تسعوا دائما بهداية الآخرين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأولا ابدأ بالأهل، يعني الأقرب فالأقرب، الأهل، الأصدقاء، وثم كل من تستطيع أن تؤثر عليه حتى يهتدي إن شاء الله ويتمسك بهذا الإسلام العظيم، حاول معه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهذا نعم. أريد أن أقول يعني عن عائشة يعني في البداية يعني قرأت سبحان الله سورة التحريم، ويعني سورة التحريم تبين يعني. صحيح. عندنا قرأت يعني أنا لا أعرف يعني جيدا لا يعني، ولكن يعني الذي أقرأ يعني زوجة خير من كنا مسلمات مؤمنات، فإذا يعني ليست مسلمات ومؤمنات يعني.
والحمد لله. يعني سورة التحريم هي الذي نعم بالفعل. وأنا دائما أكرر هذا، أدعو جميع أبناء البكرين إلى قراءة سورة التحريم وقراءة تفاسيرها بما فيها تفاسير أهل الخلاف. هذه في نظري لوحدها كافية لكي يتشيع الناس، يعني لوحدها كافية في إثبات أنه عائشة وحفصة مجرمتان مدانتان من فوق سبع سماوات، وهذا يهدم النظرية البكرية. فليس هنالك نظرية أخرى إلا النظرية الرافضية جاز التعبير. الحمد لله الذي وفقك لأن تصبح شيعيا رافضيا حقيقيا إن شاء الله. يعني هنالك مع الأسف البعض ممن تشيعوا من الباب السياسي، يعني بسبب تفهم أنت يعني هذه الأمور من الباب السياسي. أنت الحمد لله تشيعك تشيع عقائدي أصيل، بدأت بالبراءة من أعداء أهل البيت ومن أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيئا لك وثبتك الله. لا بس أيضا تلقي كلمة باللغة الفرنسية أيضا. نعم. أي لا بس. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Donc je voulais juste dire que d'abord ma conversion ça a commencé par la bataille de Siffin entre Muawiya l'anatullah alayh et l'imam Ali, et je me disais comment ça se fait que l'imam Ali qui dans à l'époque dans nos propres corpus il était c'était parmi les 10 promis au paradis, d'ailleurs ça on l'étudie à chaque fois. Et pourquoi Muawiya et combat l'imam Ali qui était promis parmi les 10 du paradis, c'était le calife. Comment ça se fait qu'on puisse faire l'éloge de Muawiya? Pourquoi on se désavoue pas de lui? Et aussi, j'ai commencé aussi à voir que plus je lisais en fait dans les livres, que ça soit Sahih al-Bukhari, Muslim, Musnad ibn Hanbal, etc., etc. Je voyais que les compagnons, ils étaient pas, c'était pas des compagnons justes. Les uns s'entretuaient, les uns s'insultaient, d'autres se maudissaient. Par exemple, je comprenais pas par exemple la contradiction avec un hadith sahih qui disait man sabba ashabi fa'alayhi la'natullah wal mala'ika wan nas ajma'in, et je comprenais pas pourquoi Omar dans un autre hadith il insulte un compagnon. Il y a une contradiction, par exemple. Donc voilà, je voyais que parmi les compagnons, il y avait des problèmes. Donc ce dogme du respect des compagnons, il tient sur rien, en fait. Il tient sur rien. Ensuite, après avoir étudié la vie de Muawiya, ensuite, après avoir vu les compagnons, j'ai attaqué l'histoire de Aïcha. Et j'ai vu, que par exemple, que Aïcha, elle manque du respect au prophète. Et ensuite... dans Surat al-Tahrim, par exemple, elle est parfaitement claire, la Surah, par exemple. Allah, il dit, il va vous apporter de meilleures épouses qui sont musulmanes et croyantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aïcha, elle n'est pas musulmane et croyante. C'est parfaitement clair. Walhamdulillah wa rabbil alamin. Alhamdulillah. Allah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad.